بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، مجال الحديث الشريف وهو الدرس السادس، الحذر من الانغماس في الدنيا. أعزائي الطلاب والطالبات، بداية يجب علينا أن نفهم ما معنى الانغماس في الدنيا، وهذا موضع سؤال مهم. ما معنى الانغماس في الدنيا بالمفهوم الشرعي؟ الانغماس في الدنيا أي أنك تجعل وقتك كله في الدنيا، إما بلهو أو بجمع مال. فيجب عليك أيها الطالب أو الطالبة أن تجعل وقتا لله عز وجل، لأن الله عز وجل خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي هذه هي الغاية من خلق الإنسان والجن، وهي عبادة الله عز وجل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. ومعنى هذا الحديث: إن الدنيا خضرة حلوة، أي أن الدنيا خضرة بجمالها، أي عندما تنظر إلى هذه الدنيا بجمالها بخضرتها، فإن القلب أو النفس تنشرح بنظرك لهذه الدنيا، وحلوة لطعمها، حلوة لمذاقها، أي أنك تتذوق بنظرك لهذه الدنيا بجمالها، فتستطعم لذة هذه الدنيا. وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها، أي جعلكم خلفاء، بعضكم يأتي بعد بعض لينظر كيف تعملون، لينظر كيف تعملون، هل تجتنبون الفتن وما نهاه الله عز وجل، أو أنكم تستغرقون في هذه الدنيا بأنكم تدخلون بملذات الدنيا وشهواتها، وتبعدون عن عبادة الله عز وجل، وهي الأصل في حياتنا هذه الدنيا. فاتقوا الدنيا، أي اتقوا فتن الدنيا، اتقوا فتن الدنيا، واتقوا النساء، أي أعظم الفتن هي فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل، فإن أول فتنة بني إسرائيل هم النساء، أي أن الله عز وجل فتن بني إسرائيل بالنساء، فضلوا وأضلوا، فأفناهم الله عز وجل، وكانت في النساء، رواه مسلم. هنا أعزائي الطلاب والطالبات، ترجمة الراوي. اسم الراوي أولا هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي، مفتي المدينة، هذا اسم الراوي، هو الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزا بعد أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وشهد الخندق وبيعة الرضوان، وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر الحديث، أي روى أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطاب كما حدث عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أي نقل أيضا عن أحاديث عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتوفي سنة 74 للهجرة. أعزائي الطلاب والطالبات، هنا موضع سؤال مهم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالخضرة، وهي الخضرة بجمالها والحلوة بمذاقها، فالدنيا كالفاكهة بمنظرها وطعمها.
فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالفاكهة بمنظرها وجمالها، أي جمال الفاكهة بمنظرها وطعمها. ما هو وجه الشبه هنا؟ سؤال، ما هو وجه الشبه؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدنيا بالفاكهة بمنظرها وطعمها؟ إما لجمالها للنفوس، إما لجمالها للنفوس بمنظرها الجميل، أي أن الدنيا جميلة للنفوس ومنظرها الجميل فتدخل السرور في النفس كالفاكهة الجميلة، عندما تأكلها فإنك تستطعم هذه الفاكهة لجمالها فتدخل أيضا السرور في نفسك. وإما لسرعة فنائها، أي أن الدنيا قصيرة وجميلة لكنها تفنى بسرعة لجمالها، وذلك الفاكهة جميلة، فعندما تأكل هذه الفاكهة للذة هذه الفاكهة ولجمالها فإنها تذهب بسرعة. هذا هو وجه الشبه. هنا أيضا أيها الأعزاء الطلاب والطالبات، هنا سؤال مهم، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ خلقنا الله عز وجل لعبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن يجب علينا أن نعلم أمرا مهما، أننا خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله عز وجل. ليس معنى أن نعبد الله عز وجل أي نترك وقتنا كلها لعبادة الله عز وجل ونترك الأمور الأولوية، إما إحضار مستلزمات البيت أو جمع المال، ها كسب المال، فإن كسب المال أيضا من الأمور المهمة في هذه الحياة وهي من الشريعة الإسلامية، فيجب عليك أن تدرس وتجتهد وتتوظف وظيفة حسنة، فأيضا عندما تأتي بالنسبة تدخل السرور على والديك، فهذا أيضا من العبادة. ومن العبادة أيضا أن تدخل الجامعة، وبعد الجامعة أيضا تتوظف بوظيفة طيبة فتجلب منها المال، وجلبك المال من الوظيفة هي من العبادة، لكي تصرف أو تنفق على أولادك وأهلك من هذا المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك فإنك تؤجر عليها. ولا نترك هذه الأمور ونجعل حياتنا كلها عبادة لله عز وجل ونقول هذا هو الدين، خطأ، مثل الرهط الثلاث، وأنتم تعلمون الرهط الثلاث الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يعلموا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعبد، وقال أحدهما إني لا أتزوج النساء، وقال أحدهما إني أصلي ولا أجلس، وقال الثالث إني أصوم ولا أفطر. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الثلاثة فغضب وذهب إليهما فقال إني أصوم وأفطر وأصلي وأجلس وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي أصل العبادة، فإنك تعبد الله عز وجل تارة وتعمل الأمور الدنيوية تارة، وأيضا تفتح السرور لنفسك، فإن لنفسك عليك أيضا حقا، فإن لنفسك عليك حقا. والسؤال الثاني، لماذا نحذر من الدنيا وهي جميلة حلوة؟ مع أن الدنيا جميلة حلوة لماذا نحذر من الدنيا؟ فالحذر من الدنيا لكي لا ننغمس فيها ونترك ما خلقنا الله عز وجل له وهي العبادة، فتستطيع أن تجعل حلاوة الدنيا هي عبادة لله عز وجل، وتبتعد عن الفتن، فتن الدنيا ما ظهر منها وما بطن. فعبادتك في هذه الحياة تقدر تستطيع أن تجعلها كلها لله عز وجل، بأن يعني تنوي إنفاق المال لله عز وجل وجلب هذا المال لله عز وجل، وأيضا اللهو مع أولادك ومع زوجتك ومع أهلك هي أيضا إدخال السرور في أهلك، فأيضا إدخال السرور هي من الشريعة الإسلامية وهي عبادة. هنا القيمة المستفادة من هذا الدرس، تقوى الله عز وجل، أن تتقي الله عز وجل
وتجتنب ما نهاه الله عز وجل. المظهر السلوكي: اعمل الصالحات وابتعد عن السيئات. اعمل الصالحات بأن تعمل كل شيء يحبه الله عز وجل، والابتعاد عن السيئات أي أنك تبتعد ما نهاه الله عز وجل من فتن في هذه الدنيا. هنالك سؤال مهم، وهو: اذكر لي ثلاث فتن من فتن الدنيا مرتبة مع الترتيب. فتنة النساء وهي أعظم هذه الفتن. لماذا بدأنا بفتنة النساء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ثم فتنة المال، وفتنة المال فتنة عظيمة لقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فقدم الله عز وجل المال على البنون، فالمال فتنة، يكون وبالا أحيانا على الإنسان، فينفق هذا المال، يعطيه الله عز وجل مالا ثم ينفق هذا المال بما يغضب الله عز وجل. وفتنة البنون أيضا فتنة، فإن الله عز وجل يرزق الشخص أو الإنسان أو المسلم بنون من رجال أو نساء، ثم الله عز وجل يبتلي هذا العبد بابن عاق والعياذ بالله. فلذلك رتبنا فتنة النساء ثم فتنة المال وفتنة البنون، وهي فتن كثيرة، لكن ذكرنا هذه الثلاث لورودها في هذا الدرس. هنا أيها الأعزاء الطلاب والطالبات، أيضا سؤال مهم: اذكر لي مخاطر اختلاط الرجل بالمرأة. اختلاط الرجل بالمرأة لها مخاطر كثيرة، أولها إنقاص قدر المرأة. المرأة لها قدر كبير في هذه الحياة الدنيا، فعندما تختلط مع الرجال فتقل هيبة المرأة وتقل نظرة الرجل لهذه المرأة، فتقل أيضا الهيبة، وهذه من مخاطر اختلاط الرجال بالنساء. ثم النظر، عندما تنظر لهذه المرأة النساء إن كانت متبرجة فهي فتنة، فهو شر عظيم، فيجب عليك أن تتق الله عز وجل، وأيضا المرأة أن تتق الله عز وجل، ولا يختلط إلا لحاجة، لا يكون الاختلاط إلا لحاجة وبضابط شرعي. ثالثا دخول الشيطان، يدخل الشيطان بداية النظرة والعين تزني، ثم يدخل الشيطان في النفس، ثم يوسوس، ثم يجعل بعدها مخاطر كثيرة، ممكن يقع الإنسان والعياذ بالله بالزنا، الوقوع بالزنا بين الرجل والمرأة. هنا سؤال أعزائي الطلاب والطالبات: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الفتن فتنة النساء؟ لأن المرأة أو النساء هم ربات البيوت وهم أمهات أو أولادنا، فإذا فسدت هذه المرأة فسد البيت وفسد المجتمع بأكمله. فالمرأة لها قدر كبير، وهي ربة البيت، وهي لها تأثير في هذا البيت أعظم من تأثير الزوج. تأثير الزوجة أعظم من تأثير الزوج، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة التي تحافظ على بيتها وسترها وعفتها ولا تخرج بزينتها لخارج البيت، فإن الله عز وجل يبارك فيها ويبارك بذريتها ويبارك في هذا المجتمع. ففتنة النساء عظيمة، ولأن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء، إن الله عز وجل أضلهم أو افتتنهم بهذه النساء، بهؤلاء النساء، ثم ضلوا وأضلوا، فالله عز وجل أذهبهم بهذه الفتنة. التأثير الغربي جعل المرأة تهان باسم التطور والحضارة. الغرب جعلوا المرأة تهان باسم التطور والحضارة. لماذا؟ جعلوها تمارس أعمالا لا تناسبها كمرأة،
هنالك أعمال لا تناسب المرأة أن تكون فيها، لا تكون إلا للرجال. جعلوها تختلط بالرجال دون ضابط شرعي، فاختلاط المرأة بالرجل لا يكون إلا للضرورة، وإذا كان بالضرورة يكون بضابط شرعي، أي أنها لا تخرج متبرجة بل تخرج متسترة. جعلوها تنشغل عن رعايتها لأسرتها، جعلوها تنفك عن هذه الأسرة لتندمر الأسرة، ها؟ ثم يندمر هذا المجتمع، وهذا أيضا أمر مهم. جعلوها تواجه كثير من المخاطر النفسية بسبب ضغط الحياة، عندما يعني يكون عندها وظيفة شاقة فإن هذه الوظيفة تؤثر على نفسيتها، فنفسيتها تؤثر على البيت، فعندما تؤثر على البيت يكون أداءها في البيت وتربية الأولاد سيء ولا يكون بنفسية طيبة. وأعزائي الطلاب والطالبات، نختم بهذا الدرس بخاتمة بسيطة، بأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا أولا، ثم نساؤنا وأولادنا، وأن لا نعطي كل وقتنا للدنيا ولذاتها وشهواتها فتارة وتارة، بأن نعطي بعض أوقاتنا للعبادة لله عز وجل، ونجعل بعضها وبعض الأوقات للأهل وبعض للدنيا وجمالها وكسب المال. وهذا ما عندي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا إلى يوم الدين.